أنا أعتقد الحكومة في موقع أفضل، حتى موضوع استهداف الكاظمي هو جاء بمصلحة كاظمي بالنتيجة، يعني كاظمي تحول أولا مثل عبد الكريم قاسم حينما اغتال محاولة اغتياله ب 59 قبل حزب البعث، كان رجل انقلابي، كان رجل قام بانقلاب عسكري، تحول إلى رجل ثائر ورمز وطني، والعراقيين قاموا يشوفوه بالقمر، العراقيون عاطفيون يتعاطفون مع الزعماء الذين يستهدفون يعني. فالسيد الكاظمي وجد نفسه محاطا بدعم شعبي كبير لم يحصل عليه خلال الفتره كلها يعني، اضافه الى الدعم الدولي، اضافه الى انه رده الفعل الدوليه استاذ احمد اعطت انطباع انه الدوله العراقيه لا زالت تحت الرعايه الدوليه، وان العراق لن يسمح لاي جهه بان تنقلب على الحكومه، سواء كانت حكومه مؤقته كحكومه السيد كاظم او حكومه برلمانيه مشكله من انتخابات عراقيه. فهذا طبعا هذه الرسائل التي وكاظم يعني والاستثمارات السياسيه التي حصلت، طبعا كل استثمر التيار الصدر استثمر، ويمكن قرات تغريده السيد مقتدى الصدر البارحه حينما تحدث عن كشف المكشوف، التقارير التي نشرها السيد يعني من تصريحات السيد قاسم العرجي رئيس اللجنه المعنيه بالكشف عن ملابسات الحادث، هذه كلها التفاصيل استاذ احمد تعطي قوه للحكومه العراقيه، ولكنها لا تعطيها دفعه لتغيير استراتيجيه السيد كاظم، هي هذا هدوء ودائما يحاول ان يراعي حاله الاحتقان السياسي الموجوده، ولذلك لا يريد ان يجعل الملفات الامنيه ملفات سياسيه اخرى. هذا واضح يعني، لانه اصلا يعني صحيح غير موجود برلمان عندنا، السيد كاظم ممكن ان يمر قضايا امنيه كثيره وهو رئيس جهاز المخابرات ليس فقط رئيس الوزراء العراقي. ولكن هو هذه استراتيجيته، انا اعتقد انه هو يحاول ان يحافظ على الهدوء والسلم المجتمعي واحتواء هذه القوى بطرق سلميه، يعني مثلا نتائج الانتخابات استاذ احمد اثرت جدا على هذه الفصائل، لان هذه الفصائل كانت تبحث عن الدعم البرلماني. يعني هذه الفصائل كانت توحي لاصدقائها او لرعاتها البرلمانيين، فيصدر البرلمان العراقي امر باخراج مثلا القوات، او يصدر البرلمان العراقي امر بمحاسبه الحكومه. فالتمثيل البرلماني مهم جدا لهذه القوى لكي تحصل على الشرعيه الحكوميه في الدوله العراقيه. غياب هذا التمثيل يعني اذا قصت قرابه 50 مقعد الى 17 في هذه الدوره، واغلب هذه المقاعد استاذ احمد هذه نقطه مهمه هي ليست في المناطق الشيعيه، فهمت؟ فهذا يعطي انطباع انه هناك عمليه طرد شعبي لخطاب هذه القوى وظهور قوى جديده. طبعا هذا انا عبرت عن الصراع القوى الشيعيه، الانتقال من فكره الائتلافات الحاكمه التي تنتج سلطه المكون الى فكره جديده اللي هي انتاج مكون سلطه، من هو الذي سيمثل الشيعه في المرحله، المكون الشيعي في المرحله القادمه، ويدعون الصدريين يعني مذاكره. نعم. واضح الاسرائيليين قدموا هذا التقرير قبل ان ينشر بالاعلام بهذا الشكل، هذا الامر واضح انه قدموه للامريكان وايسوا من الموضوع ونشروه على اكسيوس بهذا الشكل لكي يحذروا العالم من هذا الموضوع ومما يجري على مسألة استهداف القوات الأمريكية والتصعيد في المنطقة بشكل عام، وكذلك في القضية النووية اللي هي الجزء الأساسي، إنه إيران اتخذت خطوات للوصول ورفع مقدرتها في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% أثناء هذه المفاوضات التي تجري لكي تكون في موقف قوي. يعني برأيك، لماذا لم تستمع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل؟ كأنها رافضة للاستماع أو كأنها تشكك في التقرير الإسرائيلي، تعتقد هم عندهم شك ويعتقدون أن هنالك نوع من المبالغة الإسرائيلية في هذا التقرير؟ لا أبدا، هم يعرفون أن المعلومات الإسرائيلية كانت دقيقة في هذا الاتجاه، ولكن الاستراتيجيات مختلفة أستاذ أحمد. يعني إسرائيل تدفع تقدم هذه المعلومات اللي بالغالب هي صحيحة لكي تدفع أمريكا لدعمها في مواجهة إيران أو في قصف إيران. الامريكان قصف ايران الان ليس اولويه، هو احتواء ايران، وهذا طبعا متفق به مع المنظومه الغربيه، المنظومه الغربيه ايضا لا تريد. طبعا بالمناسبه استاذ احمد، هو التخوف موجود عند يعني بريطانيا مؤخرا ايضا اعلنت هذا التخوف، فرنسا قبل اعلنت هذا التخوف، يعني قضيه الملف النووي الايراني الموضوع مو مرتبط باسرائيل هي اللي تخوف العالم، هو العالم من قاعد خايف، فهمتني شلون؟ يعني اذا تابعت على سبيل المثال
لقاء السيد رئيس الجامعة العربية أبو الغيط بالممثل الخارجية البريطانية اللي هو جيمس كينيدي. حوارهم كله كان على الملف النووي الإيراني. تصريحات بريطانيا متشنجة جدا من إيران مؤخرا. طبعا الموقف البريطاني كان موقف ضبابي أو هادئ لنقل، غير معني يعني بشكل مباشر مع إيران، يعني ضد إيران. ولكن الآن هذا جروسي هو نفسه قبل أن تحذر إسرائيل، وكالة الطاقة الدولية حذرت المنظومة الغربية وحذرت العالم، وبدأ العالم يعلن تخوفه يعني من الموضوع. ولكن الكل ينتظر المفاوضات. يعني مساحة الدبلوماسية هي التي تدفع أمريكا إلى عدم الانجرار وراء يعني الرغبة الإسرائيلية، لأن الرغبة الإسرائيلية إيران جربت أمريكا كلما حصل استهداف تتمدد إيران أكثر، كلما حصل حصار لإيران تناور أكثر، كلما أضعفت إيران من الداخل تقوى من الخارج. فلذلك يجب أن تتفاوض مع إيران، يعني لا توجد أي حل. هكذا ما ترى، هكذا ترى إدارة بايدن السياسة الأمريكية، يجب أن تكون مع إيران سياسة احتوائية، ولكن دون إهمال. أستاذ عم انتبه على هذه الجملة، دون إهمال لردود الفعل الأمريكية التي قد تكون عسكرية بامتياز إذا ما ذهبت إيران باتجاه التصعيد المطلق والخروج من الاتفاق.